بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی اس جوڑے کو سلامت رکھے علم الشیخ شرف القراء زینت القراء استاذ القراء قاری سعید اللہ سعید صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب اپنے دلوں کو تھام کے رکھیں ہمارے عظیم الشان پروگرام کی آن اور شان اور رمضان کی دن جان ہمارے عظیم مہمان جو ہے بس دو چار باقی ہیں ابھی ہمارے عظیم قاری قرآن پاکستان کے نامور قاری المقری فضیلت الشیخ نوید الحسن لکھوی صاحب حافظہ اللہ ان کی محبت ہے ماشاء اللہ کہ وہ تشریف لائے ہیں ان کو اللہ جزائے خیر میں قاری نوید الحسن لکھوی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بسم الله الرحمن الرحيم
عين يشرب بها عباد الله. الله ما شاء الله. يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما يزيدك. ما شاء الله. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قم لوجه الله. لا إله إلا الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم.
ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الله الله الله. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها الله. وجزاهم بما صبروا جنة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا.
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى
قهر وأما السائل فلا تنهر وأما صدق الله العظيم. ما شاء الله، جزاك الله شيخ، بارك الله. لابد فرماني تھے فضیلت الشیخ قاری نوید الحسن صاحب، نوید الحسن نقوی صاحب، حفظه الله تعالی.